السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الفرقة الثالثة قسم تكنولوجيا الميكانيكا، أهلا وسهلا بكم في درس جديد وموقفنا التعليمي الرابع، وهو صيانة مضخة سائل التبريد في ماكينة الفريزة Maintenance of Cooling Pump for Milling Machine. تعالوا مع بعض نعرف أهداف الدرس بتاعنا قبل ما بنبدأ الدرس. أهداف الدرس بتاعنا النهاردة نعرف ايه هي المضخة الطاردة المركزية، نعرف اجزاء المضخة الطاردة المركزية، نعرف نوع العضو الدوار في المضخة الطاردة المركزية او انواع العضو الدوار في المضخات بشكل عام. اولا المضخة الطاردة المركزية، ولماذا سميت بالمضخة الطاردة المركزية؟ سميت بالمضخة الطاردة المركزية لأن السائل أو الماء أو المائع بيندفع من مدخلها إلى مخرجها بواسطة قوة الطرد المركزية التي يبذلها العضو الدوار داخل المضخة على السائل. العضو الدوار ده طبعا زي ما هنشوف مع بعض وهنستعرض مع بعض هو المروحة، تمام؟ بينقل لي الحركة الميكانيكية طبعا من الموتور إلى العمود الإدارة، ثم من عمود الإدارة إلى العضو الدوار. العضو الدوار ده طبعا بيبقى مكتسب سرعة عالية جدا من الموتور، بيبتدي يحرك لي السائل بتاعي ويبتدي يبذل عليه شغل ويبتدي يتحرك السائل بواسطة القوة الطاردة المركزية. طيب احنا كان عندنا سؤال في الدرس السابق، ما هو النوع المناسب من المضخات كي يستخدم كمضخة لسائل التبريد في ماكينة الفريزة؟ طبعا زي ما انتوا اخترتوا وانا اخترت معاكم، هو افضل نوع بالنسبة لنا هو المضخة الطاردة المركزية. طيب وليه يا باشمهندس النوع المضخة الطاردة المركزية؟ هنقول مع بعض الاسباب. أول سبب بالنسبة لي اللي هي بتستخدم في حالة المياه الغير عميقة أو القريبة من السطح، وده طبعا متوفر بالنسبة لي لأن المسافة ما بين القاعدة بتاع ماكينة الفريزة إلى أعلى عمود السكينة بتكون المسافة قليلة، يعني في حدود المتر متر ونص أو متر وربع زي ما موجود عندنا في الليرنينج سيتويشن، فالمسافة بتكون قريبة فمش محتاج الى طرمبة تنقلني ارتفاعات اعلى، فكان ده متوفر بالنسبة لي. اول سبب بالنسبة لي اللي انا اخترت المضخة الطاردة المركزية. السبب الثاني كمية تصرف الماء بتكون كبيرة بالنسبة للمضخات ذات الازاحة الايجابية. انا عايز طبعا كمية ماء او سائل تبريد باستمرار على عمود السكينة ثم الى الشغلة عشان يقلل الاحتكاكات ما بين سكينة القطع وما بين الشغلة، عشان يقلل الضوضاء الناتجة عن عمليات التشغيل، عشان يقلل لي الفايبريشن او الاهتزاز اللي بيبقى ناتج في المكنة، بيقلل لي من درجة الحرارة المتولدة نتيجة الاحتكاك، بيحافظ لي على سكينة القطع، بيحافظ لي على جودة الشغلة او المشغولة بتاعتي. فعشان كده انا عايز كمية سائل تبريد باستمرار. نسبة تآكل الاجزاء بتاعتها بتكون طبعا اقل من نسبة تآكل المضخات ذات الازاحة الايجابية، لان طبعا قلنا المضخات ذات الازاحة الايجابية بيكون فيها صمامات داخل وصمامات خارج، عشان الماء ينضغط في صمامات بتقابله وفي صمامات دخول وفي صمامات خروج، فدي كلها بتخلي لي نسبة التآكل بتكون عالية في المضخات ذات الإزاحة الإيجابية لأن الخلصات ما بينها بتكون ضيقة. أما الخلصات ما بين أجزاء المضخة الطاردة المركزية بتكون الخلصات كبيرة، وزي ما هنستعرض مع بعض ونشوف أجزاءها. طبعا ترتب على ذلك سهولة طبعا الصيانة بالنسبة وبالمقارنة بالمضخة ذات الإزاحة الإيجابية. كل ما طبعا الاجزاء بقت ابسط وكل ما بقت الخلصات كبيره ما بين الاجزاء وبعضها، نقدر اللي احنا نصين المضخه بسهوله ونقدر نصين اجزائها بسهوله
وبتكون طبعا تكلفة الصيانة أقل من تكلفة صيانة المضخات ذات الإزاحة الإيجابية. تعال نشوف مع بعض مميزات المضخة الطاردة المركزية. زي ما احنا ما قلنا بساطة التصميم بتاعها، التصميم بتاعها بسيط وهنشوف مع بعض أجزائها. النقطة التانية عشان بساطة التصميم، التصميم بتاعها بسيط وليس معقد، فترتب عليه ان الثمن بتاعها او السعر بتاعها بقى قليل. انخفاض مستوى الضوضاء عند عملية التشغيل، طبعا هي بتساعد كمان في انخفاض مستوى الضوضاء اثناء عملية التشغيل على ماكينة الفريزة. تمام. انتظام سريان الماء بدون اضطرابات، طبعا بيديني كمية فلو او كمية مائع او سائل او ماء باستمرار. انخفاض طبعا التكلفة، دي كلها اختار المضخة الطاردة المركزية اللي هي تكون معايا كمضخة تستخدم لنقل سائل التبريد من قاعدة ماكينة الفريزر الى اعلى عمود سكينة الفريزر. تعالوا نشوف مع بعض اجزاء المضخة الطاردة المركزية. أول جزء بالنسبة لي العضو الدوار وهو الإمبيلر، تمام، اللي هي المروحة. بعد كده الغلاف اللي هو الكيسينج. بعد كده عندي مجموعة اسمها مجموعة مانع التسريب أو صندوق الحشو، تمام، ده الجزء الثالث. الجزء رقم أو المكون رقم 4 حلقات الحبك. نشوف مع بعض أجزاء المضخة الطاردة المركزية. طبعا ده عندي شكل عام بيبين لي أجزاء المضخة الطاردة المركزية. لو جينا بدأنا من هنا، طبعا دي فتحة السحب، فتحة دخول المائع أو السائل، وبعد كده ده الغلاف أو الكيسنج أو أنا بسميها غرفة رفع الضغط، لأن بيبتدي هنا العضو الدوار يبتدي في حركته الدورانية ويبتدي السائل بتاعي أو المائع بتاعي يتحرك هنا خلال غرفة رفع الضغط أو الكيسنج. لو احنا جينا لاحظنا هنلاقيها واخدة شكل حلزوني اللي هي غرفة الكيسنج، بحيث يبتدي يتحرك المائع عندي تدريجيا من في الشكل الحلزوني من الضيق الى الواسع، بحيث تبتدي السرعة اللي هو بيكتسبها السائل بتاعت دي بتبتدي تهدى وتتحول الى ضغط، ثم بعد ذلك الى فتحة الطرد اللي هي فتحة خروج السائل او المائع او سائل التبريد بالنسبة لنا. طبعا دي المروحة او الامبيلر. طبعا الشكل كله اسمه اللي هو الغلاف او الكيسينج. عندي ده عمود الإدارة، عمود الإدارة ده بيبقى جاي من المحرك الكهربي، عمود الإدارة ده بيبقى مثبت عليه اللي هو العضو الدوار، تمام. عندي بعد كده عندي صندوق الحشو أو موانع التسريب اللي هي تمنع لي السائل أو المائع بتاعي من دخوله إلى عمود الإدارة ثم إلى الموتور، فبتحافظ لي على منع السائل وعدم هروب الضغط بتاع السائل، تمام. دي كلها اسمها صندوق الحشو او موانع التسريب. ده هنا خط اتزان بيكون موجود من فتحة السحب وبيكون موجود في الكيسنج، بحيث يعمل لي عملية اتزان وفرق للضغط، بحيث يعمل لي اتزان للضغط بتاع المائع، تمام. بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا حلقات التآكل. حلقات التآكل دي برضو موجودة بالنسبة لي عشان تعمل لي مانع للتسريب او مانع لخروج تسرب الماء بين عمود الإدارة والغلاف. تعالوا نشوف مع بعض اول مكون بالنسبة لنا أو أول جزء من أجزاء المضخة الطاردة المركزية وهو الإمبيلر أو المروحة. طبعا الإمبيلر أو المروحة هو الجزء الفعال في المضخة اللي بيحول لي الطاقة الميكانيكية اللي واخدها من عمود الإدارة من المحرك الكهربي إلى الحركة الدورانية
اللي هي بيبتدي يبذلها على المائع او السائل او سائل التبريد عشان يبتدي يتحرك معايا في الغلاف او الكيسنج او غرفة رفع الضغط. طبعا بيصنع اغلب المراوح دي من الحديد الزهر، وبعض منها بيتصنع من الستانلس ستيل، وبعض منها بيتصنع من البرونز، وبعض منها بيتصنع من البلاستيك ليقاوم المائع المسبب للصدأ. تمام. النقطة الثالثة اللي هو بتتثبت العضو الدوار على عمود الإدارة زي ما احنا ما قلنا، وبتدور بنفس السرعة اللي هو مكتسبها من عمود الإدارة اللي هو بيبقى خارج من الموتور الكهربي. النقطة رقم 4، طبعا عندي أشكال متعددة للعضو الدوار أو الإمبيلر، وكل شكل من الأشكال دي ليه تطبيق معين وليه استخدام معين في المضخات. المضخة الطاردة المركزية ملهاش شكل ثابت، لا في أنواع منها. يعني المضخة الطاردة المركزية هي نوع من أنواع المضخات، بس في أشكال منها كل شكل من الأشكال ليه تطبيق معين، عشان كده الأجزاء الداخلية بتاعتي بتتغير ما بين مضخة طاردة مركزية وأخرى. تعالوا نشوف مع بعض بعض أشكال المراوح او الامبيلر اللي موجودة في المضخات الطاردة المركزية. عندي اول نوع هو العضو الدوار من النوع المغلق زي ما احنا ما شايفين كده، ده عضو دوار مغلق الريش بتاعته مقفولة. تمام. ده ليه ميزة، الميزة بتاعته اللي الكفاءة بتاعته عالية، بيديني كمية تصرف عالية، يقدر ينقل لي كمية سائل بشكل أعلى. ده بيستخدم أكتر في الطرمبات اللي موجودة عندنا في البيوت، اللي هي تقدر ترفع لي ارتفاعات عالية، يعني اللي هي موجودة طرمبات رفع المية اللي موجودة عندنا في المنازل، أو اللي موجودة في مضخات أو مضخات رفع الماء بشكل عام. عندي بعد كده النوع الثاني، وهو النوع النصف مفتوح، والنوع الثالث اللي هو النوع المفتوح. نصف مفتوح والمفتوح ده بيستخدمان لما بيكون عندي السائل أو المائع في رواسب او في شوائب، وده يفضل استخدامه طبعا بالنسبه لنا في ماكينه الفريزه، في مضخه سائل التبريد في ماكينه الفريزه. ليه يا باشمهندس؟ لان طبعا سائل التبريد ده نفسه بيبتدي ينقل الرايش بتاعي، او بيبتدي ينزل على سكينه الفريزه ثم قطعه القطعة والمشغولة بتاعتي، وبتدي ياخد في طريقه الشوائب، أو ياخد في طريقه الرايش ثم إلى الخزان تحت. فطبعا أنا لو استخدمت النوع الأولاني ده، النوع الأولاني محكم، فهيبتدي الرايش أو الشوائب بتاعتي تبتدي تسد لي المروحة بتاعتي، فمش هتكون كفاءتها عالية زي النوع اللي هو المفتوح أو النصف مفتوح. وطبعا اللي بيبقى فيه في بعض المضخات النوع المفتوح او النصف المفتوح في المضخات رفع سائل التبريد في ماكينة الفريز او ماكينات التشغيل بصفة عامة. تعالوا نشوف مع بعض اشكال العضو الدوار من حيث فتحة دخول الماء. عندي نوعين، احادية المدخل ومزدوجة المدخل. مزدوجة المدخل عندي مدخلين يقدر الماء يخش من خلالهم خلال العضو الدوار أثناء دورانه، وطبعا دي ليها مزايا. المزايا بتاعتها اللي هي بتعمل لي عملية اتزان للعضو الدوار، وتاني نقطة اللي هي بترفع لي كمية الماء أو السائل اللي أنا عايزها، وبترفع لي كمية كبيرة، ودي اقدر استخدمها اكتر في محطات رفع المية وفي المواتير اللي بتبقى موجودة عندنا في المنازل او في العمارات او المباني اللي هي العالية. اما بالنسبة لي اللي هي احادية المدخل، انا مش محتاج
ارتفاع اللي هي المائع بتاعي يرتفع يكون في ارتفاع عالي، او مش محتاج كمية مائع تكون كبيرة زي اللي موجودة فين في مزدوجة المدخل. فدي بيبقى لها تطبيق ودي بيبقى لها تطبيق. وطبعا اللي موجودة عندنا في مضخة سائل التبريد اللي موجودة في ماكينة الفريزة بتبقى حديد المدخل. تعالوا مع بعض نشوف فيديو بيشرح لنا أنواع المراوح أو العضو الدوار وأشكاله من حيث فتحة الدخول سواء أحادية المدخل أو مزدوجة المدخل. Inside all centrifugal pumps, an impeller creates centrifugal force to move liquid through the pump. Impellers can be designed in different ways, depending on factors such as the type of liquid being pumped and the amount of pressure increase that's needed. The impellers used in centrifugal pumps can be divided into three categories: closed, open, and semi-open. This impeller is a closed impeller. Its vanes are enclosed by shrouds on both sides. The shrouds direct the flow of liquid between the vanes. Closed impellers are often used with low viscosity or thin liquids. Liquids that are thick or contain suspended solids could clog a closed impeller. With those types of liquids, an open impeller could be used. This is an open impeller. As you can see, this impeller has no shrouds to direct the flow of liquid. While this design helps prevent clogging, it's less efficient at moving liquids than a closed impeller, since the flow of liquid is not directed between the vanes. Open impellers are used to pump thick liquids or liquids with solids, such as slurries, and closed impellers are used to pump thin liquids. Semi-open impellers can be used for pumping thin liquids, since there is a shroud to direct the liquid between the vanes. They can also be used for heavier liquids and slurries, since they minimize clogging. Impellers can also be classified in other ways. For example, closed impellers can be further classified as single suction impellers or double suction impellers. This impeller is a single suction impeller. It has only one suction eye, so there's only one place that the liquid can enter the impeller. Single suction impellers are fine in applications where the pressure change across the pump is relatively low. In applications where the pressure change is higher, large amounts of axial thrust are created and must be offset. To minimize the effects of the axial thrust, some centrifugal pumps use a double suction impeller. A double suction impeller has two suction eyes, so liquid can enter the impeller from opposite directions. Because of this, the pressure on both sides of the impeller is the same, and axial thrust is minimized. وطبعا في نهاية الدرس زي ما اتعودنا عندنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول اكمل. العضو الدوار بالمضخة الطاردة المركزية له ثلاث أشكال أو أنواع، منها العضو المفتوح والعضو نقط والعضو نقط. حضرتك هتكمل. هناك شكلين للعضو الدوار من حيث فتح الدخول المائع أو السائل، فحضرتك هتذكر لي النوعين. ما هي الأسباب التي أدت إلى اختيار المضخة الطاردة المركزية كمضخة تستخدم لرفع سائل التبريد في ماكينة الفريزة أثناء عملية التشغيل؟ طبعا هتقول لي إيه الأسباب والمبررات اللي خلتك تختار المضخة الطاردة المركزية. السؤال الثالث بيقول لي أذكر أجزاء المضخة الطاردة المركزية. هنا هنبتدي نذكر له أجزاء المضخة الطاردة المركزية مع شرح مبسط بالرسم. وفي النهاية بتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لحضراتكم.